السلام عليكم خوتنا، نحييكم من الحدادة للحدادة. اليوم راكم في برنامج رسالة مواطن مع قناة الحياة، ورسالة مواطن هي يعني في كل مجالات وتطرق لكاع الفئات. اليوم خرجنا، شوفوا الجزائر كيفاش راهي فارغة والله غالب، لازم تحتمت علينا باش ندخلوا لديارنا، باش نحافظوا على آبائنا وأخوالنا وأجدادنا اللي مازالهم عايشين. خاوتنا اليوم راح نوري لكم فئة هشة منسية وراهي عايشة في الزنقة وواحد ما يشوف فيها، ورايحين نوريكم الناس اللي راهي تقدم المساعدات وراهي صاهرة في أيامات الكورونا، ورايحين نوريكم الناس اللي ما تحترمش الحجر الصحي وعلاش ما تحترمش الحجر الصحي، ونوريكم الناس اللي راهي واقفة على هذه البلاد. تبعونا خاوتنا. تاع الإنارة بالمنظفين، جميع واحد راهو سهران على المواطن نكونوا معه. دوكا تبعونا. السلام عليكم. السلام عليكم. واش راكم على لاباس؟ والله غير لاباس. كيفاش راكم مع الحجر الصحي والكورونا؟ ما الحجر الصحي احنا بور لانستون خدامين يا خو، مهما كان لازم نخدموا، حتى ما علينا نخدموا. وي كيما راهم يعاونوا الناس في البلاد حنا نسيو نعاونوا. وكاش ما راك تشوف العباد غاشي قدا ما كاين والو؟ ما بور لانستون بون في الزنايق كاين شويه، مي في ليريو الكبار ولا الحمد لله الناس قاعدوا الدور. ودوكا كل ما يعيطوا لكم بلاصيه تاع باب الواد كامل. نعم ما شاء الله. الله يسلمك، الله يسلمك خويا، بارك الله فيك. وانت كمواطن في رساله مواطن، واش تقول للناس على الحجر الصحي؟ يا خويا الفوميو اللي يقدر يريح في الدار، غير الفوميو يريح في الدار خير. ربي يحفظك. الله يسلمك خويا، وربي ينورك، وراك تقدم لبلادك وللتاريخ. بلا مزيت يا خويا، بلا مزيت، بلا مزيت يا خويا، بلا مزيت. راك تسوق انت دوك، راك مخلي مرتك وولادك باش تقدم المهام تاعك. هذه بلا مزيت، كيما راه يضحي الطبيب ويضحي المسؤول الكبير نضحيو حنا. ربي يحفظك وربي الله يسلمك خويا. السلام عليكم. قال اخر، قال اخر حبيبي الغالي. والله العظيم غير يا حليل، والله غير يا حليل. على بالك 12 تاع الليل وحده تاع الصباح تشوف هاد الناس رافدين الكراطن، يحوسوا على الكراطن باش يرقدوا يتغطى. بالك تلقاه جيعان، بالك تلقاه مهموم، وكل واحد وهمه. كاين اللي خرجاتو الميزيريه، وكاين اللي خرجوا المرض، وكاين اللي هبلوه. تمنيت لو كان هذا الانسان نهضر معاه، مي الله غالب. اللي يجي ليه رافد حطبا عم بالو راح ياكريسيه. هذا الانسان شوف راه مخيط، راه رابط صباطو بتشليقه. شوفوا يا ناس
علاش رابط صباطو ماشي مقطع؟ خاف كي يرقد يسرقوه له. شتو الجزائري كيفاش ولا؟ شتو المريض الجزائري ولا فاقد العقل ولا ما لازم ما يكونش عندنا تشرد. باش تهضر معايا واش قالت لي؟ قالت لي خصني كوفيرطا. الله مستعان، هاكم تشوفوا، قالت لي خصني كوفيرطا وراهي تهمها الواحد هي كوفيرطا. دوك هاد المراه معرضه للاغتصاب، معرضه للسرقه، معرضه للقتل، معرضه للمرض، معرضه لكل حاجه. لازم هادي تكون مسؤوليتنا، لازم الناس اللي راهي تديهم اللي صونهم ما تحقرهمش. ما راناش نقول لكم راكم تحقروهم ولا راكم مقصرين، على بالنا بلي كاين ناس يقول لك انا نعيش برا خير من اللي نعيش في السونتر. بصح لازم نلقاو حل، رانا في امر الواقع. تزاير على بالك تنقات مام لا بوليسيون راحت، لازم ننقيوها ثاني صح. وهذوما بشر وهذو مواطنين وهذو جزائريين. تبعونا نشوفوا هذا الانسان. السلام عليكم خويا، واش راك لاباس حبيبي؟ كاش ما خصك، ما تخاش ما تخاش حبيبي. ما خاف، خليني ريا ترونكي خويا. والله غير دير الباري تاعك التليفون تاعك سيدي. انا حبيت نلحق لك ميساج تاعك، ما راح ندير لك والو ونعاونك. لا لا صحيح والله، ماشي واحد جيبو انا بالحق. على حبيبي والله يرحم والديك. الهم يا اخي لو داير لك هكذا خليني يا والله غاني عيان، الله يرضى عليك شويه يا خويا. وترقد لهنا انت اخو؟ يا ودي ما نرقد، ما والو، ما خليني ريا سيبو. ها آه يا اوكي حبيبي. إيه. اوكي يرحم والديك. اوكي يا راجل اي صحيح نصور. ربي يحفظك، انت وليد البلاد يا اخو، باين بلي وليد البلاد وباين بلي عندك حكايات. السلام عليكم خويا العزيز. السلام حبيبي الغالي، راك لهنا. الله يحفظك العزيز. اعطيني برك خويا العزيز، كيفاش راك لهنا؟ علاش راك لهنا يا خويا؟ انا باش راني هنايا كي تحتمت عليا خرجت من الدار، بعدت عليهم ريحت قريب واحد عامين هكذا ولا ثلاث سنين، بصح كنت نروح للدار. تما عندك داركم؟ انا عندي دار. عندك دار؟ وين تسكن ابي بري؟ من جهه بويره. من جهه بويره. كنت نروح لبويره تماك. اه؟ ريح معاهم ثلاث شهور. وتخدم ما تخدم؟ تخدم. تخدم. نخدم. دوك ما راكش خدام؟ اه دوك اونستون مانيش خدام. حبيت نسقسيك حبيبي. كي راك هكذايا، كي ما راك هكذا، كيفاش راك تحس؟ قول لي احكي لي، فهمتني؟ كيفاش تنوض صباح ربي واش دير وين دير حوايجك؟ نكمل لك شويه. اه. انا نحكي لك، قلت لك ريحت ثلاث شهور اربع شهور ومن بعد نجي نخدم على، كنت نخدم ونخبز. كنت نروح لي طراجي بزاف. نعم. كبيره نجي تسير جايه. النهار اللي سمعت الوالدي توفى الله يرحمهم، الله يرحمهم. الله يرحمهم. ان شاء الله ربي يغفر لهم جناح الدل. الله يرحمهم. جماعه توفى ويا خويا، ان شاء الله ربي يغفر لهم. ويرحمهم رحمة واسعة إن شاء الله، إن شاء الله إن شاء الله يكونوا من من من, من أبواب الجنة إن شاء الله. حبيبي احكي لي احكي لي دوكا كيفاش راك؟ وأنايا تبريسيت شوية. إيه. بصح بعد عاود طحت هكذا تصيرت عليا الأمور، بعد عاود وقفت. وقفت شوية. بصح حبيبي أنت شوف دوك راك تبان لي ما شاء الله، اسمعني مليح. يا اخي نهضر لك بالصراحة، أنت راك ما شاء الله بصحتك محفف. الله الله، لو كان تكون برا ما نعقلكش باللي راك ترقد برا، صح ولا لا؟ لا. صح. أعطيني الفكرة واش لحقك هكذا يا أخي؟ ما كاش الإمكانيات بزاف. أنت راك في بويرة، ما قدرتش تعيش في بويرة؟ أه ما قدرتش. ماشي ما قدرتش، ما توفوا الوالدين والدار ماشي دارنا. أه ودوكا تخدم ما تخدمش واش دير في النهار؟ نوض صباح نبريكولي ديفون كيما ماشي كيما لو اليوم كنت مقبل كان كنت نبريكولي. ودوكا كيفاش هم يعطوا لك الناس باش تاكل برك؟ يعطوني هذيك الفام هذيك الصومي. ودوكا والحوايج والفراش هذا الصباح وين ديرو؟ طبوا طبوا
صاصه حطوا فوق الشجره هذه كوبريم تما مشميت مخشمه ولا شو نجي وما تخاش ما كاش لي زاغري ديفان جي دي فما نجي ولي زاغريسيون كيفاش كدا والله غير من داك يخرج لي واحد زوج كدا لا نداك معاهم علاه غير كيما ديت فيها طربه علاش بصح ضربت معاهم واحد يمسني واحد كدا هكدا ويخيشوني راح لي بورطابلي بصح معليش نورمال كيلو مربي علاش بصح عليك يا اخو علاش ما تروحش لداركم يا علاش ما عنديش دار لو كانت عندي كان مريح ولو كانت تخدم تكري تقدر تكري ما تجيش تبات يا اخو على اللي كان ربي يفتح عليا ونلقى خوتنا هذا الانسان هذا الانسان انسان واعي مقي لاباس به قال لك انا ما عنديش دار مات والديا في بويره جيت لهنايا ونبريكولي دوك ما راهوش يبريكولي بيسك زمان الكورونا خويا العزيز ما تخافش تمرض هكذا بيناتنا ما تخافش تمرض هكذا صحيح حقيقه واحد يخاف على روحه شويه وصح راك في رساله مواطن انا احسن ما بعت انا وقت هنايا وجاب لي ربي هنايا ماشي دائما بصح تخاف على الكورونا هي هو عليها كاين كيفاش تخيل بين ما كان بالك ما كاين يا خو الكورونا كاينه في كل بلاصه فهمتني كورونا هذه استن فيروس يتنقل من الاشخاص دوك انسان اللي راه قرا قد هنايا صباح بالك راهو في البلاصه الفلانيه مرض مسل الارض بيسك يقعد في الارض كدا يجيبوا لك لهنا تطفر فيك انت انسان كبير خويا العزيز انت انسان على بالك دوك تقدر تمرض نورمال وتمرض هنا واحد ما يشوف فيك صح ولا لا تموت عباك تموت ما كاش اللي يشوف فيك تموت جيفه يا اخو ما نكذبوش على بعضنا صح ولا لا انت راك بصحتك حبيبي الغالي تقدر تخدم تقدر تكري تقدر تدير دار تقدر تدير دراري اسمع ما نعيشوش في الوهم تاعي علاش انا صرالي ولا علاش يا ربي لازم تفطن خويا العزيز راك غايدني اخو قسما برب العظيم غير راك غايدني عباك هدرت معك بعقلك بشباب ما شاء الله الله يبارك عليك لا اخو لو كان نلقاو لك خدمه تخدم يا خويا نشاهدك قدام الشعب الجزائري نولي لك انايا ان شاء الله نلقاو لك خدمه وان شاء الله نلقاو لك كريه خفيفه ان شاء الله تدير العقل في راسك علاش ماشي خدمه شوف عيشها برك دوك كي نروح انايا عيشها في الفراش خمم لها دار راني قدام مرتي شوف تيليفزيون الدفا ماشي حاجه صعيبه اخو الزواج ماشي 50 مليون و 60 مليون شفنا طعام وراك تزوجت كونك في حل زنده اخو كونك راجل صح ولا لا لك راه كاع رانا كارين كاع رانا عايشين في الضيق ديال فوضاوي خو ابدا حياتك بني حياتك تقعد هكذا شحال خو شيخ ما كاش اللي يشوف فيك ما عندكش دراري ما كاش اللي يوقف معاك عيد ما تلقاش عاشوره ما تلقاش رمضان تما انت تضل مسكين تضل يعطفوا عليك الناس وانت بصحتك لو كان تبدل تلبس كوستيم تولي تبان وزير لا خويا العزيز كيفاش راح دير وين راهي رايحه ما على بالكش هادية تلقاها مسكينه تميزرت واغتصبوها وسرقوها واداوها الله مستعان والله غير الله مستعان
شوفوا خاوتنا الحجر الصحي، المرض، البرد. خاوتنا الناس هذوما اللي راهم راقدين هنا ما حبوش يهضروا في الكاميرا. كاين انسان طحنا فيه، انسان كبير وانسان فاهم ومكسر وعنده لي بروش، وقال لي بنتي صحفيه في قناه معروفه. ربي يهديك اختي العزيزه، اتقي الله في نفسك ولا ترمي باباك، ولا باباك خرج وسمحتي فيه وراكي خدامه وقاعده. انتوا اللي عندكم والديكم وراهم مرميين، هادو كاع شيوخ اللي لهنايا. ربي يهديكم، طار العجازه الزنقه تسبوهم تضربوهم شويه. هاي الكورونا راهو الباباء الوباء. شوفوا للمرض هذا يا راك حبوا يموت وتتهنى منه، اتقي والله في نفسكم. احنا شفنا في المواقع التواصل الاجتماعي باللي شفناهم باللي داوهم، مي لا غالب البلاصه هذه راهي معمره، يعني الناس هادو ما لازم تتهلاو فيهم وراهم كاع شيوخه. وموديهم لدار العجازه. الناس هادو ما قتلهم البرد والمرض والريسك، لازم تعاونوهم، لازم توقفوا معاهم، لازم تأطروهم، لازم تشوفوا المشاكل اللي عندهم اللي خلاوهم يخرجوا لبرا. احنا جزائريين لازم تكون عندنا الرحمه، لازم نتفاهموا. هضرت مع شيخ منا داقت لي غارتني عمري، الله غالب عليه، كبير ومريض بلي بروش ورجلو داير اوبيراسيون وراهو برا وراهو مرمي في الزنق. وزاد قال لي بنتي صحفيه في قناه اعلاميه معروفه. يا اختي العزيزه ربي يهديك، انت راكي توعي في المجتمع، راكي تنصحي في المجتمع، راكي تنقلي رساله، كيفاش راكي راميه باباك؟ شوفوا خاوتنا هاد الشيخ هذا هو الشيخ اللي هضرنا عليه، راه داير لي بروش وداير فلاكا في رجلو في عمره 80 سنه. الله غالب، رامين والديه ولا ولاده ولا، الله مستعان. متحدين. خاوتنا الناس هذوك اللي كانوا عايشين برا شوفوا كيفاش راهم يعانيو ومنسين. وكاين الناس اللي راهي واقفه في برا على المواطن وراهي سهرانه كيما رجال النظافه، رجال الاناره، رجال الامن، الناس كاع راهي واقفه على هذه البلاد. وحنا لو كان ما كاش مهمتنا ولا خدمتنا والله ما نسهروا والله ما نخرجوا، ولو كان يطرق الامر نضحيوا على بلادنا. الوقت اللي يكون التضامن تكون الوحده، ما نقعدوش نسبوا بعضانا، ما نقعدوش ننتقدوا بعضنا. اخدم خويا العزيز، اخدم وانتقد، اخدم ويكون انتقاد بناء، ما يكونش شخصي، ما يكونش ايديولوجي طائفي سياسي. الوقت اللي تضامن، الوقت اللي لازم تكونوا رجال وتكونوا جنود في بلاد.